الجيش يعلن إحباط محاولات تسلل لميليشيا الحوثي شمال شرق تعز. ميليشيا الحوثي تعدم قاضٍ في المحكمة العليا بعد يوم من اختطافه في صنعاء. ووقفة احتجاجية للطلاب اليمنيين في الهند تطالب الحكومة بسرعة صرف مستحقاتهم. نشرة إخبارية مفصلة على قناة يمن شباب حياكم الله والبداية من تعز حيث أعلنت قوات الجيش الوطني إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية شمال شرقية تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن الجيش أحبط محاولة تسلل حوثية في عقبة منيف شمالية شرق المدينة بالتزامن مع إفشال محاولات أخرى في حي الزهراء وكلابة وإحراق عربة حوثية خلال المواجهات وخلال الأسبوع الجاري كثفت ميليشيا الحوثي من هجماتها على مواقع قوات الجيش والمقاومة في جبهات متفرقة حيث هاجمت خلال اليومين الماضيين مناطق الضباب بهدف الوصول للطريق الرئيس الذي يعد الشريان الوحيد للمدينة التي تحاصرها منذ أكثر من سبع سنوات هذا واصيب مواطن مدني برصاص قناصه ميليشيا الحوثي الارهابيه شماليه مدينه تعز مصادر محليه قالت ان المواطن عبد الله كامل الذي يعمل سائق شاحنه لنقل الاحجار اصيب برصاص قناصه الميليشيات اثناء ممارسته لعمله في حي الزنوج وبحسب المصادر فقد جرى اسعاف السائق كامل الى المستشفى لتلقي العلاج أعلن مرصد حقوقي إصابة طفلة جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية مقبنة غربية عزة وقال المرصد اليمني للألغام ان الطفله عنايه دستور الحبشي اصيبت بانفجار لغم حوثي في منطقه الاخلود وخلفت الالغام الارضيه والعبوات الناسفه التي زرعتها ميليشيا الحوثي استشهاد واصابه مئات المدنيين معظمهم من النساء والاطفال في ظل تقديرات حكوميه بزراعه الميليشيا نحو مليوني لغم وهي الحصيره الاكبر منذ الحرب العالميه الثانيه موقف موحد للاحزاب السياسيه في تعز طالبت فيه مجلس القياده الرئاسي باتخاذ مواقف اكثر حزما تجاه تماهي المبعوث الاممي مع ميليشيا الحوثي وما تتعرض له الهدنه من خروقات مستمره وعدم التواري عن المشهد. بشكل مباغت وغادر هاجمت ميليشيات الحوثي المدعومه من ايران مواقع الجيش الوطني في منطقه الضباب غرب محافظه تعز. في انقلاب واضح على اتفاق الهدنة التي تسعى الأمم المتحدة لتمديدها لفترة أطول هجوم الميليشيا الحوثي الواسع ركز على الجبهة الغربية وذلك في محاولة للتقدم بهدف قطع خط الضباب الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن والذي يعد شريانا وحيدا لأكثر من أربعة ملايين نسمة في المدينة المحاصرة منذ ثمان سنوات وإلى جانب استغلالها للهدنه الأمميه لتحقيق مكاسب سياسيه وعسكريه من الواضح ان الميليشيا تحاول استغلال الازمه داخل مجلس القياده الرئاسي اثر تصعيد ميليشيا الانتقاليه المدعوم اماراتيا لبسط سيطرتها على جنوب البلاد ضمن مخطط يهدف لاعاده تشطير اليمن وتحضر تعز كعائق وحجره عثره امام المساعي المدعومه اقليميا وربما دوليا لاسقاط هذا المخطط على الواقع ما جعلها وجهه جديده لميليشيات الحوثي لتثبيت سلطتها شمالا خاصه بعد فشلها وهزيمتها في مارب. وازاء الموقف المترهل للحكومه والتي اكتفت بالتنديد والتحذير من ان التصعيد الحوثي في تعز يهدد استمرار الهدنه ويقوض جهود تمديدها. طالبت الاحزاب السياسيه بتعاز المجلس الرئاسي باتخاذ مواقف اكثر حزما تجاه تماهي وتواطؤ المبعوث الاممي مع الميليشيا والذي قالت انه لم يحرك ساكنا امام هذا الصلف الحوثي بما تمليه عليه مهنيه الدور الاممي في مثل استهداف نسف الهدنه المعدنه الاحزاب اكدت ايضا ان تعز ستظل شامخه وقويه وستفشل كل المؤامرات التي تحاول عبثا النيل من صمودها وإرادة أبنائها الذين يستعصون على الكسر أو الإنهاك أو الترويض أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على إعدام عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران بعد يوم من اختطافه من أمام منزله في حي الأصبح بالعاصمة المحتلة صنعاء ووفقا لمصادر حقوقية فإن القاضي حمران قتل برصاص عصابة حوثية بعد ساعات من اختطافه ومطالبة نادي القضاء بسرعة الكشف عن مصيره ومحاسبة الجناة وتهديده بالتصعيد وكان نادي قضاة اليمن ندد بواقعة اختطاف القاضي حمران مساء الثلاثاء من أمام منزله وحال عودته من صلاة العشاء وضربه بعقاب البنادق واقتياده إلى جهة مجهولة قبل إعلان الميليشيا مقتله وقال البيان إن إعدام حمران وحجز شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا وتهديد وحصار رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة عبد الله الجابري تزامنت مع هجمة إعلامية حوثية على النادي والسلطة القضائية رفض طلاب وطالبات مدارس امانه العاصمه صنعاء اليوم ترديد الصرخه الخمينيه في طابور الصباح، وقالت مصادر تربويه ان طالبات مدرسه اسماء للبنات وطلاب مدرسه هائل سعيد وغيرهما من المدارس رفضوا ترديد الصرخه الخمينيه التي فرضتها ميليشيا الحوثي مؤخرا في جميع المدارس في المحافظات التي تسيطر عليها، وبحسب المصادر فان الطلاب رددوا شعار بالروح بالدم نفديك يا يمن. بدلا عن الصرخه الامر الذي اثار حفيظه مدراء المدارس والطواقم الاداريه المعينه من قبل ميليشيا الحوثي وكانت ميليشيا الحوثي قد عممت قبل ايام من على جميع المدارس بالزام الطلاب والطالبات بترديد الصرخه الخمينيه كثفت ميليشيا الحوثي الارهابيه خلال الايام الماضيه من حملات الجبايه بحق تجار ومالكي وكالات تسويق منتجات زراعيه واسواق خاصه ومزارعين بمحافظتي ذمار واب بهدف الحصول على مزيد من الاموال بذرائع مختلفه ابرزها الزكاه والمجهود الحربي. وقالت مصادر محليه ان الميليشيات اجبرت المستهدفين على دفع مبالغ كبيره بزعم تحصيل زكاه الخضروات والفواكه. كما قامت باختطاف عشرات ممن رفضوا الانصياع لاوامرها بدفع ما فرض عليهم من مبالغ، مشيره الى ان ميليشيا الحوثي عاده ما تتحصل مبالغ الزكاه من المزارعين مباشره في ختام كل موسم حصاد، اضافه الى اتاوات اخرى تفرض عليهم باستمرار تحت مسميات مختلفه بحسب صحيفه الشرق الاوسط. على صعيد آخر أفادت مصادر محلية بالعثور على جثة أسير من قوات الجيش الوطني لدى ميليشيا الانتقالية الإماراتي والتي أعدمته ومثلت بجثته وقالت المصادر إنه عثر على جثة الجندي في اللواء 21 ميكا عبد الله أحمد مزلم الذي أسرته وحدات العمالقة التابعة لميليشيا الانتقالية في منطقة الميزان بمنطقة نعضة ووفقا للمصادر فقد عثر او عثر الاهالي على جثه مزلم مرميه على قارعه الطريق وهو مقطوع الراس واليد وسط استياء وسخط كبير من ابناء شبوه من معامله الأسرة بهذا الشكل المريح محملين المحافظ عوض بن الوزير مسؤوليه كافه الانتهاكات بالمحافظه. نظم طلاب اليمن في أورانج أباد الهند وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم الدراسية المتأخرة داعين كل الحقوقيين للتعاون في إيصال أصواتهم للجهات المختصة وخلال الوقفة طلب اتحاد الطلاب اليمنيين في بيان له طلب المجلس الرئاسي والحكومة ووزارة التعليم العالي بسرعة صرف كافة مستحقاتهم ومعالجة موضوع طلاب الاستمرارية ومبتعثي الجامعات وإيجاد حل للطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة وكذا حل مشاكل الطلاب العالقة بالملحقيات والوزارة وكذا الطلاب أنهم مستمرون في نضالهم مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المتضررين باليمن إثر الفيضانات الناتجة عن منخفض جوي قادم من بحر العرب إلى 51 ألف أسرة بزيادة 16 ألف أسرة منذ العاشر من أغسطس الماضي وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن في تقرير حديث إن من بين الأسر المتضررة نحو 14 ألف أسرة تضررت الأسبوع الماضي إثر هطول الأمطار الغزيرة على مأرب كبرى المحافظات التي تعد موطن النازحين الفارين من الحوثيين. وأشار إلى أن الفيضانات ألحقت أضرارا مختلفة في 18 محافظة على الأقل لكن الأكثر تضررا محافظتا مأرب وحجة تليها محافظات الحديدة وريمة والمحويت والجوف سجلت أسعار الأسماك انخفاضا طفيفا في أسواق عدن بعد موجة من الارتفاع المتواصل دون أي تدخل من قبل الجهات المختصة لضبط الأسعار حيث تراجع سعر الكيلو من أسماك الثمد والشوعا بثمانية آلاف ريال ووصل سعر الكيلو البياض والباض أبو عين إلى عشرة آلاف ريال كما وصل سعر الكيلو من نوع السخلة إلى 15 ألف ريال أما الديرك فقد ارتفع إلى 20 ألف ريال وأكد مواطنون أنه رغم الانخفاض الطفيف في أسعار الأسماك إلا أنهم غير قادرين على شرائها كون أسعارها فقط قدرتهم على مدار سنوات رياضيا يواجه المنتخب الوطني للناشئين نظيره السوداني مساء اليوم على المجمع الاولمبي بمدينه مستغانم الجزائريه في الدوري ربع النهائي لبطوله كاس العرب بنسختها الرابعه ويدخل ناشئو اليمن مواجهه السودان بطموح الفوز والعبور الى نصف نهائي البطوله وتاكيد الحضور اليمني القوي في بطوله العرب التي شهدت مشوارا حافلا بالنجوميه والتالق للاحمر الصغير الذي خطف الانظار وابهر المتابعين بالاداء الذي قدمه في المباريات السابقه وتكلل مشوار ناشئو اليمن بالنجاح في البطولة حيث خاضوا فيها ثلاثة مباريات قوية فازوا في الأولى على المنتخب العماني بثلاثية نظيفة وتعادلوا في الثانية أمام تونس بهدف لمثله كما تعادلوا أمام ليبيا بهدف لمثله أيضا في المباراة الثالثة والأخيرة ليعتلوا صدارة المجموعة الثانية بخمس نقاط مستفيدين من فارق الأهداف الذي منحهم الأفضلية على حساب الوصيف المنتخب التونسي ختام النشرة أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها. الجيش يعلن إحباط محاولات تسلل لميليشيا الحوثي شمال شرقة عز. ميليشيا الحوثي تعدم قاضٍ في المحكمة العليا بعد يوم من اختطافه في صنعاء. ووقفة احتجاجية للطلاب اليمنيين في الهند تطالب الحكومة بسرعة صرف مستحقاتهم. ختاما اشكركم على طيب المتابعه في امريكا